إيواء المواقع الإلكترونية عبر مركز البيانات لوكالة الأنباء الجزائرية أصبح ممكنا، حيث يتوفر على تجهيزات حديثة وطاقم يضمن خدمات ذات جودة عالية. 2017 كي لحقنا لارفاج الأخراني تاع لي سيرفور بليد دو دانيير جينيراسيون مع لابي دو ستوكاج الأخرانية، عطاتنا الإمكانيات الكافية باش نقولوا ليبرجمون دو سيت ويب. بالإضافة إلى خدماتها المعهودة المتمثلة في ضمان المعلومة وتقديم الخدمة العمومية، يسهر الطاقم التقني للوكالة على حماية المواقع التي ستأويها من الاختراقات. بالنسبة للكليون لانفورماسيون تاعو اللي بروتيجي. كونسيرنون لا بارتي كالكول، سي ان سيرفور طومب ان بان، لو سيرفور فيرتوال اللي اوتوماتيكمون transféré vers un autre serveur. Le client ne verra même pas la panne en elle-même. Le service tel sera toujours continu. Sur la partie réseau, tous les réseaux sont redondés. Si un chemin est coupé par une panne, elle est automatiquement retransférée vers un autre chemin. Concernant le débit de la bande passante pour le client, nous disposons actuellement d'une liaison spécialisée avec Alger Telecom de 70 mégas, ce qui est une bande passante assez confortable pour un hébergement. بإيوائها للمواقع الإلكترونية تدخل وكالة الأنباء الجزائرية مرحلة جديدة ضمن عصرنة هياكلها وضمان الحد الأقصى من الخدمات المتاحة.